وقبل ديال اليوم غادي نهضروا على الريزلت ديال الماتش اللي تلعب البارح ما بين الجزائر ومصر باش نعرفوا راسنا حنا كمنتخب مغربي مع من غادي نلعبوا في ربع النهائي ديال كاس العرب. منتخب الجزائر. من بعد الماتش ديال مصر والجزائر بانوا جماهير جزائريه فواحد الصدمه ما يمكنش، وما عرفناش واش هاد الصدمه بالفرحه ولا هاد الصدمه حيت غادي يلعبوا معانا. المهم حنا فخورين بزاف بالمنتخب القوي ديالنا اللي تاهل بتسعود ديال النقاط وحتى شي بيت ما تمارك علينا، والاسود كانوا فريمون اسود هاد المره. قولوا لنا اون كومونتير شكون في نظركم غادي يربح نهار السبت، واش المغرب ولا الجزائر؟ وديما ديما مغرب.